هذا يسأل عن طفل لم يكمل السعي ويقول إني أفتيته بأن ما عليه شيء. غلط، هذا خطأ، هذا خطأ، أنت أخطيت، لابد من إكمال السعي ولو كان طفل. إذا أحرم الإنسان بالعمرة أو بالحج وجب عليه الإكمال، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أي من أحرم بالحج أو بالعمرة صغيرا كان أو كبيرا وجب عليه إكمال المناسك، فعلى ولي هذا الطفل أن يأتي به ويسعى أو يكمل سعيه، يكمل سعيه ولا عليه شيء، ويقصر، يكمل سعيه ويقصر وتتم عمرته.